اهلا بكم مشاهدينا الكرام اينما كنتم تتابعوننا من داخل فلسطين او من خارجها في حلقه جديده من برنامجكم حال السياسه، نخصصها اليوم للحديث عن السياسات الاسرائيليه والتصريحات من قبل هؤلاء الساسه والحكومه للحديث عما بات يعرف اليوم الارهاب اليهودي. معنا في الاستوديو لهذا اليوم للحديث عن هذا الملف وغيره ست عايده توما سليمان نائب في الكنيست عن الجبهه الديمقراطيه ضمن القائمه المشتركه. ست عايده اهلا وسهلا فيك. شرفتينا. بالبداية دعيني أسألك قبل أن أدخل في تفاصيل التقرير المعد حول سياسة الحكومة بعد حادثة وجريمة مقتل الشهيد مقتل وحرق الشهيد الطفل علي دوابشة، دعيني أسألك عن الجلسة الخاصة التي عقدت اليوم في الكنيست الإسرائيلي للحديث عن هذا الموضوع الذي أرفقوه بالخبر مع الجريمة التي سميت جريمة مثليي الجنس. كان لنا احتجاج أن يتم وضع الملفين في ذات المطأ أو في ذات المستوى، لكن دعيني أسمع منك عن مجريات هذه الجلسة. الجلسة اليوم كانت كما قلت جلسة طارئة للكنيست لأنه عمليا الكنيست خرجت إلى عطلتها الصيفية، ومن المفروض أن لا يتم عقد جلسات إلا في الحالات الطارئة. واعتبرت الجريمتين اللواتي ارتكبت جريمة طعن المشاركين في المسيرة لدعم حقوق مثلي الجنس والتي راحت ضحيتها شابة صغيرة عمرها 16 عام، يعني تم طعنها من قبل المتطرف اليهودي المتزمت. وأيضا طبعا كان لنا نحن القائمة المشتركة أيضا المساهمة في أن يتم معالجة أو الحديث عن جريمة بشعة نفذها المستوطنون، جريمة حرق الطفل علي دوابشي وحرق بقية أفراد الأسرة، التي يعني أستغل الفرصة هنا لنطالب أو لنستدعي جميعا بأن يكونوا على أكمل خير وأن يتجاوزوا المحنة ويستطيعوا بالفعل الخروج من المستشفيات معافين، الأم والأب والأخ. الجلسة كانت جلسة صعبة، ولكن أكثر يعني ما ميزها منذ البداية هو الغياب الواضح لوزراء الحكومة ولرئيس الحكومة الإسرائيلية، الذي يعني بادر بسرعة بعد ارتكاب جريمة الحرق في قرية دوما إلى إبداء الأسف وإلى الاستنكار وإلى تقديم وكأنه العلاج للعائلة، لكنه لم يكلف نفسه عناء حضور جلسة تريد أولا وقبل كل شيء أن تستنكر وأن تبحث أصول هذه الجريمة. هو ووزراء عمليا تغيبوا عن الجلسة وغالبية أعضاء الائتلاف الحكومي. هذا يشير بشكل واضح أولا إلى تهربهم من تحمل المسؤولية عما جرى في هذه الجريمة، لأن هذه الجريمة قد تكون ارتكبت بأيدي مستوطنين بشكل مباشر، ولكن من مدهم بالثقاب بالفعل يعني إشعال هذا الحريق هي سياسة حكومية واضحة يقودها نتنياهو، وهي تصريحات وتحريضات مستمرة منذ يعني سنوات عديدة ضد الشعب الفلسطيني وضد حقوق الشعب الفلسطيني، وهي سياسة تمارس على أرض الواقع. وهذا ما قلناه اليوم في الخطاب الذي قدمناه في الكنيست، أن عمليا من يتحمل المسؤولية الأساسية والرئيسية هي حكومة إسرائيل المستمرة في سياستها الاحتلالية الكولونيالية وفي تعزيز ما يسمى بفكرة الشعب شعب الله المختار أو الشعب المتفوق عن طريق بالفعل مؤسسة دولة أبارتهايد بامتياز في مناطق الضفة، في منح المستوطنين الحرية التامة في ارتكاب جرائمهم علنا وبشكل مستمر وبشكل يومي. يعني في هذه الحالة للأسف بسبب يعني استشهاد الطفل الرضيع علي، الموضوع خرج إلى الملأ وتم استنكاره بهذا الشكل، ولكنهم لا نسمعهم يستنكرون جرائم حرق آلاف أشجار الزيتون، لا يستنكرون الاعتداء على المزارعين بشكل يومي الفلسطينيين، لا يستنكرون عندما يقوم جندي بإطلاق النار على شاب فلسطيني من الخلف ويرديه قتيلا أو شهيدا. هذه الجرائم كلها عدم استنكارها وعدم عمليا محاسبة مرتكبيها
هي سياسة واضحة من طرف هذه الحكومة اليمينية تطلق العنان للمستوطنين. طب ست عايدة، ما الذي تمخضت عنه هذه الجلسة؟ يعني تحدثت عن غياب واضح من الائتلاف الحكومي، نتنياهو لم يحضر، فعليا من الذي حضر وبماذا خرجتم؟ عمليا الذين حضروا في الأساس هم غالبية أعضاء المعارضة الغير موجودين داخل الائتلاف. حضرنا نحن من القائمة المشتركة بالطبع. تم مناقشة الموضوع من حيث تراكم وتدهور الأوضاع التي تقود إلى هذا المستنقع الذي يخرج يوميا عمليات إرهابية، إذا كان من مستوطنين أو من متزمتين. وعلينا أن ننتبه أن الجرائم هذه لا ترتكب فقط، هي ترتكب في الأساس في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ العام 67، ولكن أيضا في الداخل الفلسطيني. من كنيسة التابغة. نعم. بالضبط، حرق كنيسة الطابغة، وليس فقط الكنيسة وإنما أيضا حرق المدارس ثنائية اللغة التي تعلم اليهود والعرب معا، وهي مدارس تعتبر مع توجه ديمقراطي، مع توجه إنساني، مع قيم حقوق إنسان، يتم حرقها ويتم الاعتداء عليها بشكل مستمر، الاعتداء على المساجد، الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل. يعني بالأمس فقط هوجم رجل من اللد لدى خروجه من صلاة الفجر من المسجد على يد شباب يهود يسكنون مدينة اللد، وتم الاعتداء عليه وهو عمليا اضطر إلى تلقي العلاج. ما أردت أن أقوله أنه كان هنالك حاجة لإطلاق الصرخة. الكنيسة الإسرائيلي صحيح أنه من المفروض أن يشرع، وصحيح أنه يجب أن يراقب عمل السلطة، ولكنه أيضا يجب أن يكون المنبر الذي نخاطب فيه المجتمع العام بشكل عام، المجتمع الإسرائيلي، ونفضح من خلاله سياسات الحكومة الإسرائيلية، ولكن أيضا نخاطب العالم ونقول كلمتنا بشكل واضح من على المنبر بأننا ندين هذه السياسة. في نهاية الجلسة جرى كما هو البروتوكول البرلماني، هذا الموضوع كان اقتراح للنقاش يجب أن يحول إلى إحدى اللجان البرلمانية التي ستدخل فيه في التفاصيل وتحاول من خلاله إما الخروج باقتراحات لسن قوانين أو لتغيير سياسات. نحن لا نعول كثيرا حتى أكون واضحة. نحن أي إنجاز نستطيع أن نجترحه مهما كان بسيط هو معجزة في ظل هذه الحكومة اليمينية الفاشية، ولكن كان لابد من إطلاق الصرخة، وكان لابد من توجيه أصبع الاتهام إلى مرتكبي الجريمة الحقيقيين، حكومة نتنياهو على كل وزرائها. عملية التحريض اليومية التي نواجهها نحن في الكنيسة هي نوع من وضع الأرضية يعني ليس فقط لشعبنا الفلسطيني في مناطق 67، وإنما أيضا لهذا الجزء الحي والفعال الموجود داخل إسرائيل، الموجود داخل وطنه، المنزرع داخل وطنه، الأقلية الفلسطينية أو الجماهير العربية الفلسطينية وقيادتها. طيب ست عايدة، دعينا وإياك نعرض ما تداولته الصحف الإسرائيلية، تصريحات لبنيامين نتنياهو، ريفلين رئيس الدولة، آخرين من أعضاء الكنيسة أو النواب حول جريمة قتل وحرق علي الدوابشة، لنناقش من بعدها ميزان المعارضة وميزان الفئة الحاكمة. نتابع مع تقرير الزميل إبراهيم أبو كامل. سياسة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وتصريحات وزرائها شجعت المستوطنين المتطرفين على مواصلة ارتكاب جرائم تدفئ الثمن والكراهية ضد الفلسطينيين، والتي كان آخرها جريمة استشهاد الرضيع علي دوابشة. محللون سياسيون أكدوا أن هذه السياسة الإسرائيلية هي نهج تتبناه وتدعمه وتوفر له الغطاء القانوني، حيث دعم وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بنت عمليات القتل التي يقوم بها المستوطنون. وكانت وزيرة العدل الإسرائيلية إيليت شاكيد وصفت الأطفال الفلسطينيين بالأفاعي ودعت إلى قتلهم. وزيرة الثقافة الإسرائيلي ميري ريجيف اختارت المواصلة في دعم المستوطنين والمستوطنات ومهاجمة الشعب الفلسطيني، قائلة إن منفذي العملية الإرهابية بحق عائلة الدوابشة حالة شاذة ولا يمكن تعميمها. وفي حديثها عن العملية الإرهابية اختارت بدلا من الإدانة أن تهاجم الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، محاولة الربط ما بين المقاومين الفلسطينيين المدافعين عن أرضهم
والإرهابيين المستوطنين منفذي العملية الإرهابية في قرية دوما، قائلة إن إسرائيل أدانت العمل الإرهابي في الوقت الذي تقوم به السلطة الفلسطينية بدعم منفذي العمليات ودعم عائلاتهم. الرئيس الإسرائيلي ريفلين تلقى تهديدات إثر استنكاره جريمة إحراق الطفل علي دوابشة وعائلته، وتقدم ريفلين بشكوى للشرطة الإسرائيلية على خلفية التهديدات، كما تعرض لانتقادات شديدة على شبكات التواصل الاجتماعي، ونشرت صورة لريفلين بالكوفية الفلسطينية وكتابات منها خائن. وكان ريفلين قال بعد زيارته الطفل أحمد دوابشة شقيق الشهيد علي في مستشفى تل هاشومير إنه يشعر بألم شديد وبالخجل وبالآلام لقتل رضيع صغير، وأضاف: أتألم لأن أبناء شعبي اختاروا طريق الإرهاب وفقدوا مشاعر الإنسانية. عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدهاني قال إن المستوطنين أداة الاحتلال الإسرائيلي الإحلالي، مؤكدا أن حكومة الاحتلال هي حكومة مستوطنين وتنفذ سياساتهم ومخططاتهم، مستبعدا معاقبة حكومة الاحتلال للإرهابيين المستوطنين. وأشار مجدلان إلى أن حكومة الاحتلال تشمل أحزابا هي بالكامل للمستوطنين، موضحا بأن هناك حملة تقودها حكومة الاحتلال من خلال إقامة المشاريع الاستيطانية وتقديم الدعم والإسناد للمستوطنين ورعاية العمليات الهجومية والإجرامية التي يقومون بها ضد شعبنا. مجددا مع سيادة النائبة عايدة توما سليمان، تعقيبك على هذا التقرير. وقلنا نريد أن نفهم بين من يحاول أن يجمل الصورة أو يخاطب على مستوى العلاقات العامة المجتمع الدولي مثل بنيامين نتنياهو كما أشرت في البداية، وبين من يتحدث بمثل ريجف وشاكيد تجاه المجتمع الفلسطيني والشعب الفلسطيني. أنا لا أميز كثيرا بين نتنياهو وبين ريجيف وشاكيد. عمليا في النهاية هو رئيس لحكومة تجلس فيها هاتين الوزيرتين ويجلس فيهم فيها بنت، وهو اختار من حلفائه واختار الأقرب له سياسيا والتي من الممكن من خلالهم تنفيذ سياسته الواضحة في استمرار الاحتلال ريفلين على الأقل والاستيطان. رئيس الدولة حاول أن يجمل أو حاول أن يظهر بصورة العقلاني الذي لا يقبل هذا الكلام، ومع ذلك يعني ما تعرض له من تهديدات أو من تشويه لصورته، بغض النظر يعني احنا نتحدث عن من يحاول أن يخاطب المجتمع الدولي وفي نفس الوقت يهاجم. لا، من الواضح أن موقف ريفلين كان أكثر جرأة من موقف نتنياهو. ريفلين كرئيس دولة هو لا يستطيع أن يغير في السياسات، ولكنه يستطيع ويحاول أن يقول موقف معين. وردة الفعل على تصريحات ريفلين أنا أعتقد يعني يجب أن نلاحظ هي لم تكن نفس الردة على تصريحات نتنياهو، مع أنه استنكر نتنياهو العملية. يبدو أن الجمهور شعر بالفعل من هو على الأقل يعني قليلا أكثر صدقا من الآخر في استنكاره لهذه يعني فهموا العملية. التريك بتاع نتنياهو انه محاولة احتواء لا، السلطة هو واضح الدولية. أن نتنياهو يحاول يعني أولا لا يمكن كان أن يبقى صامتا إزاء جريمة مروعة من هذا النوع. المجتمع الدولي كان ينتظر ما سيقول نتنياهو في هذه الحالة، ولكن اليوم في الكنيست عندما رد جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي ما يسمى أو وزير الشرطة كوزير نائب عن الحكومة في الرد على النقاش الذي قدمناه، كان هذا موقف الحكومة عمليا. عندما ينطلق أردان مثله مثل ريجيف في مهاجمة القيادة الفلسطينية وفي مهاجمات عمليا وإلقاء اللوم وكأنه الشعب الفلسطيني، وهو قال بالحرف يعني بالحرف الواحد أنه عمليا الإرهاب منتشر أكثر في الناحية الفلسطينية مما هو في إسرائيل، واتهم المعارضة التي أدانت العملية وتحدثت عن سياسة تنمي وهي مستنقع لنمو كراهية من هذا النوع وجرائم من هذا النوع، اتهمهم بالنفاق والتلون. عمليا هذا هو موقف حكومة إسرائيل. الرد الذي جاءوا في حكومة نتنياهو، الرد الذي قدمه أردان يشكل حقيقة ما يفكر به نتنياهو، ولا يصرح ربما بشكل مباشر منه شخصيا في هذه المرحلة عنه بشكل واضح. ربما احنا سمعنا موقفه الحقيقي قبل يوم من انتخابات الكنيست في نفس يوم الانتخابات، يعني نعم عمليا هو قال عشية الانتخابات. في يوم عشية الانتخابات قال لن أسمح
بقيام دولة فلسطينية. في يوم الانتخابات قال العرب يتوجهون إلى الصناديق، تعالوا وأنقذوا الحكم منهم. عمليا هذه هي الوجه، هذا هو الوجه الحقيقي لنتنياهو، وهذا هو الوجه الحقيقي لرئيس حكومة اختار أن ينقل المستوطنين من أطراف الحلبة السياسية وأن يجعلهم في مركز اتخاذ القرار داخل الحكومة. اليوم قلت في خطابي قبل 25 عاما أو أكثر، عندما قام مئير كهانة بالتفوه بتصريحات يعني للوهلة الأولى قد تبدو حتى أقل من التصريحات التي تقال اليوم، أخرج خارج القانون هو وحزبه، وكان أعضاء كنيسة يخرجون خارج القاعة عندما يتحدث على المنصة. اليوم أمثال مئير كهانة والفاشيين حتى بشكل واضح يجلسون داخل الحكومة يقررون، من ضمنهم وزيرة الثقافة، ومن ضمنهم وزراء وزير بنت اللي هو وزير يعني وزير التعليم. اليوم مستوطن يعين مسؤول عن موضوع المدنيات في وزارة المعارف الإسرائيلية. اليوم تم الكشف في كالكاليست وهي مجلة اقتصادية أن حكومة إسرائيل أعطت يعني إعفاء ضريبي لجمعية مهمتها، جمعية طبعا يمينية مهمتها دعم عائلات المنفذي العمليات الإرهابية ضد فلسطينيين. هذا الكشف تم اليوم صباحا. يعني من يحاول أن يعني يلوم، وأردان قالها اليوم في الكنيسة بأن السلطة الوطنية تدعم بين قوسين طبعا وهذه لغته إرهابيين، عائلات الإرهابيين الذين نفذوا عمليات ضد إسرائيليين. هذا ما أراد يعني أن يقوله في الوقت الذي تم الكشف أنهم عمليا هم الذين، وطبعا نحن نعلم أن الدعم المالي ليس فقط لهذه الجمعية، هو دعم لكل الجمعيات الاستيطانية التي داخلها هي دفيئات لتربية أو لنمو فاشيين مثل الذين نفذوا الجريمة في دوما وفي أماكن أخرى طيب ضد شعبنا. ست عايدة، كيف تنظري إلى ما صرحت فيه تسيبي ليفنين المعسكر الصهيوني عند على الجريمة نفسها خلال نقاش حول الجرائم الكراهية، بأنه قالت أنه تحدثت عن الهوامش في المجتمع، وأنه لا نستطيع أن نقول أنهم هم فقط من يتحمل المسؤولية، وأنهم نوعا ما لم يعودوا هوامش في ظل الطبيعة التي كمان ذكرتي للحكم ونوعيته، نوعية الأحزاب. ورد عليها أيضا جلعاد أردن كما تفضلتي أيضا، بقول فيها إنه رئيس الوزراء نتنياهو راح عادل جرحى في المستشفيات، وانه ادانها، وانه اتصل برئيس السلطه، وقال انه الوسيله لاصلاح الوضع لا تتمثل بتأجيج الخواطر بين مختلف المعسكرات السياسيه. هذا الكلام ورده من هؤلاء، كيف تقرؤوه انتم؟ يعني أولا نحن نقول أن كل إدانة صادقة لهذه الجريمة البشعة نرحب بها، ولكن علينا أن لا ننسى عندما وآمل أنها صحوة عند تسيب بي ليفني، أنها اليوم تفهم، ولو أني يعني لست على ثقة تامة بأن هذه الصحوة حصلت، أنها تفهم اليوم أن سياسة الاحتلال التي هي كانت حتى الأمس القريب جزء منها عندما كانت في الحكومة، أيضا الحكومة السابقة التي كانت فيها تسيب بي ليفني أيدت الاستيطان والمستوطنين، أيضا الحكومة السابقة هي ترأسها بيبي نتنياهو، وكان توجهها أيضا الوصول إلى الأفق المسدود في عملية المفاوضات لإنهاء الاحتلال. صحيح أن الجريمة بشعة وسوف تهز كل يعني إنسان فيه ذرة من الإنسانية، ولكن مطلوب من السياسيين بما في ذلك تسيبي ليفني وبما في ذلك اليمين أن يحول هذه الهزة الداخلية، هزة المشاعر، إلى وعي سياسي وفهم بأن ما أسموه حتى الآن الأعشاب الضارة، بمعنى أنها وكأنها فئات هامشية ومجموعات صغيرة، لم تعد في إسرائيل أعشاب ضارة على الهوامش، وإنما أصبحت الحقل وأصبحت تأكل الحقل، وأن هذه الأعشاب الضارة تنمو على مستنقع آسن اسمه سياسة الاحتلال، واسمه محاولة يعني بناء
نفسية العرق المتفوق. أمم في داخل إسرائيل هناك نظرة وكأن هناك شعب يستحق الحياة، وشعب يستحق أن يتطور، وشعب يستحق أن يكون له دولة، وشعب آخر كل شيء بالنسبة له مباح، مباح أن تنتهك بيوته، مباح أن تسلب أراضيه، مباح أن يحرق أطفاله، وهذا أمر لا يمكن الاستمرار فيه. أمم هذا وهذه وضعية آمل أن تكون النيران التي أحرقت الجسد الغض للرضيع علي دوابشي قد لسعت بعض ضمائرها. الأطراف والضمائر وجعلت منها صحوة. أريد أن أقول أن الكلام كان واضحا في الكنيسة اليوم، ولكن أرجو أن يستمر هذا الوعي، ولو أنه خابت آمالنا أكثر من مرة في الماضي، أن يستمر هذا الوعي لأيام قادمة، يحول المعارضة إلى معارضة حقيقية، ويوقظ حزب العمل من لعب دور البديل الباهت الذي لا يملك سياسة واضحة لحكومة نتنياهو، وأن يجعل بالفعل هناك محاولة فرز حقيقية داخل إسرائيل بين من يريد حقيقة السلام ومن يريد وقف الاحتلال. أسألك حول اعتبار هؤلاء الفئة أو تلك المجموعات اللي طبعا محمية وإلى آخره، من سواء تدفيع الثمن أو ما بات يعرف عليه الإرهاب اليهودي إلى منظمات إرهابية، هل تستطيعوا أن تقروا ذلك في الكنيسة أو تتقدموا بطلب من القائمة العربية للتصويت عليه، وهل ينفذ أم إنه احتمالية أن تتكون الضجة أو تتحول الضجة حوله هي مسألة أيضا في الطريق أو في استكمال الطريق؟ أنا اليوم في نهاية خطابي عندما تحدثت باسم القائمة المشتركة قلت أنه يجب العمل على الإعلان عن هذه المؤسسات والجمعيات التي تفرز مثل هذه الجرائم كمنظمات إرهابية، ولكن أيضا يجب العمل على إدانة الإرهاب الصامت أكثر، أو الإرهاب دعنا نقول الذي يمد هذه المنظمات بوسائل الحياة، يمدها بالسلاح، يمدها بالميزانيات، يمدها بالأرض، يمدها بإمكانية التطور، وهو عمليا إرهاب دولة. هذا ما يجب أن نتحدث عنه. قد يكون هؤلاء المنظمات هي منظمات غير رسمية، ولكن هناك سياسة رسمية تمارس الإرهاب، وهذا أيضا يجب أن يدان. الآن في إسرائيل واضح هذا لن يدان، في التركيبة الحالية السياسية القائمة في إسرائيل هذا لن يدان، ولكن المجتمع الدولي يجب أن يقوم بهذه العملية. المجتمع الدولي يجب أن يقوم بدوره الحقيقي في اتخاذ موقف واضح من هذه الممارسات ومن ممارسات إسرائيل كدولة كحكومة تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه مواطنيها العرب. يعني خلال الخطاب الذي كنا نتحدث فيه وكنت أتحدث فيه عن مد طرف واحد أو مجموعة واحدة سكانية بكل الإمكانيات وسلب الطرف الآخر من كل مقومات الحياة، كانت تهدم بيوت عربية في النقب في نفس اللحظات. صباحا اليوم هدمت بيوت في قرية دهمش، وكأن كل ما هو مرتبط بالفلسطيني أينما كان مباح كما قلت سابقا. لذا أنا أعتقد بأن عملية الإدانة وعملية دعينا نقول الإعلان عن الإرهاب الذي يمارس ضدنا من قبل منظمات نحن نطرحه داخل الكنيسة. أنا غير واثقة أن بإمكاننا بالفعل أن نصل إلى حالة تدمغ فيها إحدى هذه الجمعيات، إلا إذا كانت يعني واضحة المعالم، سيجدون الطرق للقول بأن ارتكب فلان الجريمة وليس كل المنظمة، وأنه وتحويلها إلى قضايا فردية طبعا يعني وتحويلها وطلع إلى قضايا مجهود فردية. ومريض نفسي. نعم، ولكن أنا أعتقد أن هناك أهمية خاصة للتحرك الدولي في هذه القضايا. أهمية خاصة على كل إن هذا من جانب القيادة الفلسطينية ما يجري العمل عليه الآن، مسألة ملف المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، وأيضا في اجتماع الوزارة العربي اليوم هذا نعم الموضوع يتم نقاشه. لكن
أسألك أكثر عن الداخل الإسرائيلي. يوم أمس أو أول أمس الصحف الإسرائيلية تداولت خبر أن الأمن الإسرائيلي يتخوف، ويعني حصل على معلومات من أنه هذه المجموعات الإرهاب اليهودي وتدفئة الثمن أنهم يعني يخططون لقلب نظام الحكم في إسرائيل، وأنه يريد إقامة دولة يهودية أو دولة بحسب الشريعة اليهودية. وكأني عندما قرأت الخبر بصراحة يا إما فهمت إنه هذا الكلام لتخفيف من وطأة ما قاموا به تجاه حرق وقتل الطفل علي دوابشة، وإنه يعني مش أنتوا المتضررين، إحنا كحكومة المتضررين، أو إنه محاكاة إنه هذول لا يختلفوا كثير عن اللي بيواجهوه الدول العربية في المنطقة اليوم، وأنه كما يجري التعامل مع هؤلاء فنحن سنضرب بيد من حديد كما قال البيان أو ما تداولت الصحف. هذا الكلام هل هو مقنع وأنتم في المجتمع الإسرائيلي تعايشون الأفكار من الوزير إلى النائب في الكنيسة إلى اللي ماشي في الشارع يا ستي من اليهود؟ هل هذا الكلام وخبر من هذا النوع هو مقنع، وهل له وراءه نوايا أخرى؟ يعني قد يكون، لا أعلم، قد يكون هناك مجموعة صغيرة هنا أو هناك تحمل مثل هذه الأفكار. أنا لا أريد أن أجزم في الوضعية التي نراها من يعني بالفعل تدهور عنصري فاشي خطير. قد يكون هناك بعض من هذه المجموعات، ولكن أنا أعتقد أن الهدف من إطلاق هذا الخبر بالذات بهذه الفترة هو نوع من محاولات يعني لفت الأنظار عن عملية الربط بين ما يقوم به هؤلاء حرف الأنظار المستوطنين قصدك، وحرف نعم. حرف الأنظار، آسفة، عن ما يقوم به ما تقوم به هذه المجموعات وارتباطاتها مع أشخاص داخل الحكومة ومع وزراء ومع الحكومة بذاتها. لأنه عمليا إذا كان هذه الجرائم ترتكبها مجموعات لها ارتباط واضح ومباشر مع وزراء ومع أحزاب تجلس داخل الحكومة، فعمليا التجريم يجب أن يتم تماما حيث الخيوط هذه تصل إلى الوزراء أنفسهم أو إلى الحكومة نفسها. ولكن محاولة التصوير وكأنه يعني أصبح وكأن الحكومة هي المعتدلة وهناك المتطرفين أكثر من يريدون قلب النظام عليها، هذا أعتقد أنه أمر يعني فذلكة أكثر مما هي حقيقة على أرض الواقع يحاولون بها التغطية. يعني المستوطنين ولا المتطرفين اليمنيين لماذا يريدون قلب الحكم؟ ما هم جالسين في قلب الحكم، هم مستفيدين من هذا الحكم. ما هن وزراء داخل الحكومة، ما هم عمالهم بالضبط بقرروا هو بيهدموا أول يوم في بيت إيل لأنه انجبروا يهدموا، بيطلع نتنياهو حامي حمى القانون وتنفيذ القانون، ومن ناحية أخرى يعوضهم في اليوم الذي بعده ب 462 تصريح لبناء شقق سكانية في الضفة، وربما أيضا من تحت الطاولة بدون ما يعلن تم تعويضهم بأشياء إضافية. فأنا لا يعني أعتقد بأن هذه أكثر منها أمر يعني خطر حقيقي، هي أكثر فقاعة إعلامية. طيب، استبعد الدكتور أحمد مجدلاني احتمالية أن يحاسب هؤلاء بناء على التجارب السابقة من قبل الحكومة الإسرائيلية. قلت لك يا إما بيطلعوه كما جرى مع منفذي مجنون عملية غير مسؤول عن بالضبط أعماله كما تم في حادثة أو وجريمة حالة حرق محمد فردية، أبو خضير، يعني نعم. خرجوا يتحدثوا عنهم بأنهم يعانوا أمراض نفسية وإلى ذلك. هل ما يقوله بوجي يعلون حول اتخاذ إجراءات وضرب يد من حديد لهذا الإرهاب اليهودي والاعتقال الإداري بين مزدوجين وإلى آخره، وكأنه يعني بشرعه هون وبشرعه هون، مع أنه في كل الحالات يعني بالنسبة لنا فلسطينيا غير مقبول، هذا الكلام هل يعول عليه من جانبكم؟ أنا أعتقد يعني بوجي يعلون معروف توجهاته السياسية ومعروف مواقفه السياسية ومحاولة الربط ما بين والمساواة بين الضحية وبين القاتل أمر مرفوض تماما، ومحاولة وكأنه يعني الإعلان بأنه سيضرب بيد من حديد على كل، يعني الأيام القادمة ستثبت وتأتينا بالأخبار. أنا أعتقد أنه لا أرى في الأفق في المرحلة الحالية تغير جذري لدى حكومة
بنيامين نتنياهو نعم. في معالجة هذه القضايا. طيب، قبل أن أنتقل إلى الملف الآخر بعد الفاصل، أريد أن أسألك حول العلاقة الإسرائيلية الأمريكية اليوم، والبيان أو الإدانة التي صدرت من الولايات المتحدة حول الجريمة بحق الشهيد علي دوابشة من ناحية، ومن ناحية أخرى يعني ما تم إصداره من بيان من البيت الأبيض نفي أن تكون الولايات المتحدة وعدت جمهورية مصر العربية وبعض الدول الخليجية بتقديم طائرة F-35 المتطورة. قال المصدر الأمن الأمريكي أنه لن نبيع هذه الطائرة لأي دول في المنطقة باستثناء إسرائيل، والتقارير التي تتحدث عن خلاف ذلك هي كاذبة وغير صحيحة. هذه المسألة كيعني عينة عما يمكن أن نستشهد فيه في هذه المرحلة، كيف تقرؤون أيضا العلاقة الأمريكية الإسرائيلية اليوم على ضوء ما تحاول الولايات المتحدة ترميمه مع دول المنطقة وتحديدا مصر والسعودية بعد صفقة إيران؟ يعني دعيني أقول بأن أي خلاف ينشأ بين حكومة إسرائيل وبين الإدارة الأمريكية على العلن ما هو إلا خلاف داخل البيت الواحد والخندق الواحد. يعني عمليا حكومة نتنياهو تريد أن تضمن لنفسها التفوق العسكري في المنطقة، هذا هدف لا يتنازل عنه نتنياهو، ويستغل الموضوع الإيراني لابتزاز المزيد أيضا من الدعم العسكري واستغلاله سياسيا في تحويل الأنظار وجذب الأنظار، وكأنه المشكلة الرئيسية في المنطقة هي إيران وهي ما تقوم به إيران، وليس عمليا استمرار الاحتلال الإسرائيلي هو سبب عدم الاستقرار في المنطقة. وعندما يتحدث يعني او يناق يتحدث عن الاتفاق الذي تم مع ايران، الهدف هو ايضا ان لا يتم التحدث عما يجري في ديمونا. ولكن اعتقد بانه يعني محاولة ترميم العلاقات ما بين الولايات المتحدة الامريكية وجزء ودول من وانظمة عربية هي ايضا نوع من المصالحة ما بين الحلفاء أنفسهم، وعندما يتضرر بعض الحلفاء أو يشعر بالضرر من اتفاق معين هناك حاجة لمراداته، ولكن على أن لا يتجاوز دوره، على أن يبقى التفوق العسكري لإسرائيل خادمة المصالح الإمبريالية في المنطقة. ست عايدة توما، نتوقف لفاصل قصير لنتحدث ما بعد ذلك عن قانون التغذية القصرية الذي اعتمد فيه الكنيست. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود. مجددا مشاهدينا الكرام، مع سيادة النائبة عايدة توما سليمان في الكنيست عن الجبهة الديمقراطية ضمن قائمة المشتركة. مرة أخرى مرحب فيك ست عايدة، ونستكمل حول ملف التغذية القصرية الذي أقر بقراءة ثانية وثالثة مؤخرة في الكنيست الإسرائيلي. أيضا الزميل إبراهيم أبو كبر أعد هذا التقرير، نتابع ما جرى في إقرار هذا القانون. لنعود وست عايدة لنناقشه. صادقت الكنيسة الإسرائيلية الخميس الماضي على قانون التغذية القصرية للأسرى بغالبية 46 صوتا مقابل 40، وكان بادر إلى اقتراح القانون وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان بادعاء أن الأسرى معنيون بتحويل الإضراب عن الطعام إلى عملية انتحارية من نوع جديد يهددون فيها إسرائيل. وتم التصويت على اقتراح القانون بعد مناقشات طويلة استمرت نحو 24 ساعة، وذلك بهدف إنجازه قبل بدء العطلة الصيفية للكنيست. النائب عن التجمع في القائمة المشتركة باسل غطاس قدم أكثر من 60 تحفظا على القانون، وأشار في وقت سابق لأنه سيتم استخدام كل الوسائل البرلمانية المتاحة لتأجيل البحث في القانون. وخلال المداولات الأخيرة بشأن اقتراح القانون وصفه النائب غطاس بالكارثة، واعتبره وصمة عار، وأن إسرائيل فقدت كل التعقل وبات النظام فيها فاشيا. وبحسب القانون الجديد يمكن للسلطات الإسرائيلية ممارسة عمليات الإطعام القسري في حال صرح الطبيب بأنه دون ذلك فإن حياة الأسير قد تتعرض للخطر خلال وقت قصير أو يصاب بإعاقة خطيرة غير قابلة للعلاج. نقابة الأطباء في إسرائيل قدمت التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قانون إطعام الأسرى قسرا لأنه يتعارض مع أخلاقيات مهنة الطب،
ويخالف نظام النقابة التي تمنع تعذيب المرضى، والإطعام قسرا هو نوع من أنواع التعذيب. وقدم الالتماس نقيب الأطباء الإسرائيليين مؤكدا أن معارضة النقابة لهذا القانون نابع من تعارضه مع أخلاقيات المهنة، ولا يمكن للطبيب أن يشارك في عملية تتعارض مع أخلاقيات الأطباء. يذكر أنه في إضراب الأسرى عام 1980 الذي استمر 33 يوما استشهد خلاله 3 أسرى عندما أجبروا بالقوة وبالقمع على تناول الطعام بواسطة البرابيش التي وضعت في المعدة من خلال الأنف، وأدى ذلك إلى اختناق الأسرى وسقوط الشهداء علي الجعفري وراسم حلاوة وإسحاق مراوغة. أيضا مشاهدينا الكرام، ستعيد توما تعقيبك. طبعا هذا ما تم تداوله من أخبار حول القرار وطريقة إقراره ومن تحدث عنه. ضعينا في صورة كيف جرى الإقرار، كيف استغل الائتلاف الحكومي أو الحزب الحاكم أو الأحزاب الحاكمة، الائتلاف الحاكم، مسألة إقراره في الكنيست الإسرائيلي، وهل فعلا سيجرى العمل فيه من ناحية دولية؟ هل هناك تعويل على إدانته وتدخل لوقفه؟ أعتقد بأنه يعني أولا يجب أن نشير إلى أن تمرير القانون جاء بشكل سريع وليس مداولات طويلة، يعني هي لا 24 تعتبر في ساعة، عمر 24 ساعة. حتى ال 24 ساعة النهائية التي أقرت الجلسة، يعني هناك مسار معين تم بدء النقاش حول هذا القانون في الدورة السابقة، وهذا يجب أن يقال. بدأ في الدورة السابقة للكنيست قبل الانتخابات الأخيرة، جاءت الانتخابات وقطعت عملية المداولات، وأعاده أردان كوزير لطاولة البحث في الكنيست ليستغل الإمكانية بأن يتم التسريع في إقراره. إقرار القانون، لأنه عندما يقدم الوزير والحكومة تتبنى اقتراح قانون معين ليس هنالك حاجة للانتظار 45 يوم لتفعيله في المداولات. فهم بالتالي اختصروا أولا 45 يوم منذ البداية في أن بالإضافة إلى ذلك تم مناقشة القانون وقدمت عليه الكثير من الاعتراضات، يعني يعني ذكر في التقرير أن باسل النائب غطاس. باسل غطاس عن القائمة المشتركة عن التجمع قدم أكثر من 60 اعتراض، ولكن وهذا صحيح طبعا وجهوده مباركة في هذا الموضوع، ولكن كان هناك كما أيضا أعضاء آخرين من القائمة المشتركة مثل النائب دوف حنين ومثل النائب أسامة سعد الذين أبلوا بلاء حسنا في الاعتراضات وفي نقاش القانون في لجنة القانون والدستور، لأنه هذا عندما يتم تحضير القانون للقراءة الثانية والثالثة وللقراءة الأولى. ولكن للأسف رغم كل محاولاتنا وقف القانون ومحاولات تأجيل إقراره حتى ندخل في عطلة الصيف قبل أن يقر، فشلت. وعلينا أن يعني نعترف أنه رغم أننا حاولنا جهدنا فشلنا في إيقاف هذا طب القانون، لأن عوامل الحكومة الفشل. وضعت أولا عوامل الفشل أو عوامل انتصار الحكومة في هذه الحالة. أولا أن الحكومة وضعت ثقلها وراء هذا القانون، يعني أرادت أن يمر وفعلت كل الإمكانيات البرلمانية الواردة، أيضا من رئيس لجنة القانون والدستور الذي هو أيضا من حزب البيت اليهودي، يعني وهو عمل جاهدا لتمرير هذا القانون، حضور الائتلاف في كل المداولات واشتراكه في المداولات داخل اللجان، ورغم أننا حاولنا أن نمد النقاش ولكن هذا ما تم. عامل آخر مهم ويجب ذكره أن هناك من تواطأ داخل بعض أحزاب المعارضة، يعني عندما ننظر إلى الصيغة الحالية هناك فقط 46 صوت من الائتلاف تم، بمعنى أنه لو تجندت كل المعارضة أو كل من سجل على المعارضة، وحتى لو أخرجنا خارج اللعبة ليبرمان. ليبرمان وحزبه وأعضاؤه لكان بقي هنالك يعني نحكي 59 ناقص أعضاء ليبرمان كان بقي لنا 53. 53، وبالمقابل الحكومة كانت 46 من نجحوا بإحضاره للجلسة، يعني كان هناك إمكانية لو أنه لم يكن تواطؤ ضمن يعني هذا بعض أعضاء، التواطؤ. وهذا يعكس الوضعية السياسية الجديدة التي يعني موجودة داخل يعني من الكنيست يدين الإسرائيلي. إعلاميا في مسائل معينة هو في باطنيا يؤيد
قرارات ضد لا، الفلسطينيين ولا أو يرى العلاقة، ولا يرى ولا العلاقة. يرى العلاقة، ولا يفهم عندما يعني نناقشهم ونقول لهم كيف من الممكن أن تؤيدوا مثل هذا القانون، يكون الرد بأنه هذه يعني هذا في محاولة للمحافظة على حياة الأسرى المضربين عن الطعام. وطبعا هذا كلام يعني أقل ما يمكن أن يقال عنه بأنه سفيه، وبأن هذا الكلام يعبر عن محاولة لإخفاء الأمر الحقيقي، بأنه يرعبهم الانتصارات التي انتصرها الأسرى الذين أضربوا عن الطعام واستعملوا الأوعاء يعني الأمعاء الخاوية سلاحهم الوحيد في وجه الاعتقالات الإدارية التي تمارسها حكومة الاحتلال. عمليا من يريد إطعام أو تغذية الأسرى المضربون هو يحاول تفكيك السلاح الأكبر والناجح حتى الآن في كسر عملية القمع المستمرة اللي اسمها طيب، الاعتقالات السؤال الأخير، الإدارية. دركنا الوقت ست عايدة. مسألة النقابة، موقف نقابة الأطباء وإمكانية تجاوب الأطباء أنفسهم في المستشفيات الإسرائيلية، كيف يمكن أن يؤثر من ناحية؟ وأيضا سألتك عن المجتمع الدولي وصدى هذا القرار أو المشروع أو أولا أريد أن أقول يعني أردان لا أعرف إلى أي مدى أو الحكومة الإسرائيلية ستستعمل وتنفذ هذا القانون. هي استعملته كسلاح تريد أن تسلطه فوق رقاب الأسرى المضربين عن الطعام وتلوح به عندما تريد. لا أعلم إذا كانت ستستعمله فعليا أم لا. هو في تجارب الأسرى ما استخدم بدون استخدم إصرار في قانوني الماضي يعني. بالضبط، يعني اللي أريد أن أقوله، لو أرادوا أن يستعملوه لاستعملوه في الحالات التي كانت سابقة. هم يعلمون اليوم أن العالم ينظر إلى أفعالهم أكثر من السابق، ولكن هذا لن يعني يحمي. أنا أعتبر أنه موقف نقابة الأطباء هو موقف مشرف حتى الآن. هم يرفضون الفكرة تماما، وهم قالوا بالشكل الصريح أنهم سيرفضون الأوامر، لكن التخوف هو من الأطباء الذين يعملون ضمن سلك السجون، لأن هؤلاء قد يعني يخضعون للأوامر هناك ولا يستطيعوا إلا أن ينفذوها، ومن هنا الخوف. طيب، نحن نتمنى طبعا الحرية لكل الأسرى الفلسطينيين في طبعا السجون بالتأكيد. الإسرائيلية. ست عايدة توما سليمان، للأسف دركنا وقت البرنامج، شرفتيني جدا، شكرا شكرا لك. لحضورك وإيانا. ست عايدة توما سليمان، نائب في الكنيست عن الجبهة الديمقراطية ضمن القائمة المشتركة، شرفتيني، شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، حتى ألقاكم في الغد، تحياتي لكم مني ومن طاقم العمل، دمتم بخير وإلى اللقاء.